السلام عليكم طلاب، اليوم عندنا هاي المحاضرة اللي تتحدث على الأزمنة. طبعا احنا اخذنا بالبريفيوس ليكتشر الأزمنة طبعا، لكن اخذناها يعني from the form perspective، يعني من منظور الفورم، من منظور الشكل. انه انطيتكم البيز، القاعدة، الكل الفور ايش تنس، وانطيتكم البوزيتيف او الديكلاراتيف سنتنس، وانطيتكم ايضا الانتروجاتيف سنتنس والنيجاتيف سنتنس، النيجاتيف انتروجاتيف، وطريقه النفي والاستفهام، وكل هاي الامور. فدرسنا بالمحاضره السابقه التنسز من ناحيه الفورم. اليوم راح ناخذ التنسز من ناحيه الفانكشن، من ناحيه الوظيفه. راح ناخذ استعمالات الازمنه طبعا، يعني كل زمن واستعمالاته. فراح نبلش اول شيء بالبريزنت كونتينيوس تنس، الزمن المضارع المستمر. استعمالاته we use the present continuous tense for أول شيء an activity that is in progress at the moment. An activity that is in progress at the moment، يعني نحكي على activity أو action بعد شنو in progress، مستمر، لكونه هو مضارع مستمر. إذا أكيد شنو؟ أكيد إنه الحدث بعد ما خلصان، لازم مستمر. John is watching TV right now. لاحظ هذا المثال، John is watching TV right now، معناته شنو؟ معناته انه John is still watching TV، والحدث هاي الاكتيفيتي is still in progress، ما منتهي. النقطة الثانية a general activity that takes place this week, this month or this year، as in I'm training for the Olympics. الأولمبيكس مثلا، الألعاب الأولمبية تصير هاي السنة او بعد شهر او بعد اسبوع، فهو شنو هو جاي يسوي training for the Olympics. هاي الاكتيفيتي بعدها وتمرين مالته مستمر إلها على مود منتجي حتى هو يكون جاهز، فهو still in training. future arrangements، ايضا نستعمل الزمن المضارع البسيط للتعبير عن الترتيبات المستقبلية اللي تصير بالمستقبل، يعني بعدها ما بادي. I'm going to Germany next winter. لاحظ هنا هذا زمن مستمر، مضارع مستمر، لكنه التايم مالته وين؟ future. I am going to Germany next winter. هاي future arrangement، ان انت عندك you already decided وعندك arrangement. هاي الarrangement تقول انه انت راح next winter you will go to Germany. فتستعمل المضارع المستمر للتعبير عن future arrangements. نجي ناخذ هسه simple tense، simple present tense، الزمن المضارع البسيط. نستعمل الزمن المضارع البسيط للتعبير عن habitual action، يعني انت عندك عادة دائما تسويها. مثلا I run every morning، هنا بهاي عادتك انه انت you are running every morning، فهنا نستعمل بيها الزمن المضارع البسيط للتعبير عن العادات، الhobbies او الهابيتشوال اكشن، الحدث اللي معتاد عليه تسويه في ايامك الاعتياديه، نستعمل به السمبل بريزنت تنس. النقطه الثانيه جنرال فاكت، دائما مع الحقائق العلميه، مع الظواهر العلميه، دائما نستعمل الزمن المضارع البسيط. لاحظوا the sun rises in the east، هنا الشمس تشرق من تطلع من الشرق، هنا هذه فاكت، فويا الفاكت دائما استعمل simple present tense. ايضا استعمل المضارع البسيط مع future time tables، مع الجداول، يعني اذا عندك جدول ترتيبات بالمستقبل. the ticket office opens at 9، the ticket office opens. لاحظوا استعملت الزمن المضارع البسيط للتعبير عن الفيوتشر تايم تيبل، شو وقت التيكت اوفيس تفتح؟ ات 9. هنا صحيح هي الزمن مضارع بسيط، لكن التايم مالتها وين؟ بالفيوتشر. مثلا ذا ترين ليفز ات 10 o'clock، انت حاليا الساعه ب8 وقلت هذا الموضوع ذا ترين ليفز ات 10 o'clock. ذا ترين ليفز ات 10 o'clock معناتها شنو؟ معناتها هنا صحيح هو الزمن مضارع بسيط، لكنه التايم مالته دائما مع الجداول، مع دائما مع الجداول نستعمل الفيوتشر، يعني الزمن المضارع البسيط.
We do not use the continuous tense with verbs. We do not use the present. We do not use the continuous tense with verbs of perception. We use the simple tense. طبعا حكيت لكم على الأفعال الـ verbs of perception و verbs of senses. وقلت لكم ذن الأفعال ما يجن مع الـ continuous tense مع الزمن المستمر. يجن فقط مع الزمن البسيط مثل I believe you, I understood him. لاحظ هنا understood him بالماضي البسيط و I believe you بالمضارع البسيط. هذني ما يجن مع المستمر مع الزمن المستمر سواء كان بالماضي أو بالمضارع، والسبب لأنهن أفعال ما يأخذن ing يعني مو أفعال dynamic verb، هن stative verbs. فهذني أكو لستة كاملة من هاي الأفعال موجودة بالكتاب، ذكرت لكم الصفحة مالتهن من كنا يعني ندرس قبل هاي الأحداث. simple past tense الزمن الماضي البسيط، استعمالاته يدللنا عن action that began and ended at a specific time in the past. طبعا الزمن الماضي البسيط نستعمله للتعبير عن حدث بدأ وانتهى في 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 وقت ما في الزمن الماضي، شرط انه هذا الاكشن ينتهي. ليش؟ لانه يعني بالزمن البسيط لازم الاكشن منتهي نهائيا. We won a gold medal last year. خلاص يعني last year هذا الاكشن اوف winning the gold medal has finished last year. finished يعني بدأ وانتهى في specific time في وقت محدد اللي هو last year. النقطة الثانية an action that occurred over a period of time and was completed in the past. an action that occurred over a period of time and was what? and was completed in the past. she skated for 15 years. she skated for 15 years. دائما simple past tense يحكي لنا عن action has begun that began and finished in the past. an activity that took place regularly in the past. an activity that took place regularly in the past. she trained every morning before work. she trained every morning before work. activity that took place regularly in the past. regularly يعني بشكل متكرر. لكن وين؟ in the past. يعني نتحدث عن شخص معين في الزمن الماضي ونذكر له شغلة كان يسويها دائما. مثلا هاي she trained every morning before work. يعني كل صباح before work she trained. هاي وين؟ in the past. but now no because the event has finished. has finished in the past. past continuous tense الزمن الماضي المستمر. طبعا يحكي لنا عن an interrupted action. I was watching the Olympics on TV when he walked in. هنا interrupted action يعني اكو شخص سوى له interruption قاطعه او يعني I was watching the Olympics on TV when he walked in. فهنا when he walked in يعني اثناء هو watching the Olympics on TV he came and walked in and interrupted him. فهذا interrupted action فنستعمل الزمن المستمر. a repeated or continuous state in the past. طبعا حالة او حدث متكرر ومستمر وين؟ في الماضي. I was making many new friends at the Olympic Village. I was making many new friends. فهنا repeated or continuous state where in the past. present perfect simple الزمن المضارع البسيط يتحدث لنا عن action that happened at an unspecified time in the past. I have seen him on television. فهذا هاي الجملة بيها action الaction of seeing him on television. صحيح هو شافه on television but this action has finished in unspecified time. لاحظوا ما محدد لنا الوقت. unspecified time مو مثل past simple ينطينا specified time وقت محدد. هنا unspecified time فهو وين شافه؟ بالتلفزيون. but بيا وقت الوقت unspecified but the action of seeing him has finished يعني an action that happened at unspecified time in the past. two an action that has happened recently. she has just gone out. وطبعا دائما مثل هيج اكشن اللي يحصل ريسنتلي يعني في وقت قريب وقصير
نستعمل مع الظرف just. She has just gone out. يعني she has just gone out. هذا action that happened recently. توه يعني صاير الاكشن هذا. توها gone out. توها. She has just gone out. Number three, the present perfect is often used to express the idea of completion or achievement. جيد. الزمن المضارع البسيط التام البسيط نستعمله للتعبير عن حدث اكتمل توه أو achievement يعني إنجاز. At last, I have finished. At last, I have finished. وهنا achievement or completion of an event. Repetition of an action before now. للتعبير عن تكرار الحدث. He has been to the Olympics several times. لكن قبل الوقت الحالي. He has been to the Olympics several times. So هنا repeated شنو؟ Repeated action. يعني هنا حدث متكرر. لكن وين؟ Before now. مو هسه. في لحظة ما قبل هسه. We do not use the present. We do not use the present perfect if we are not thinking about the present. طبعا هنا ما نستعمل الزمن المضارع التام البسيط اذا احنا ما نذكر المضارع. ليش؟ لان الزمن المضارع البسيط يتحدث عن حدث في الماضي واستمر للوقت الحالي. حدث في الماضي واستمر وين؟ في الوقت الحالي بس بعده ما خلصان. لذلك ما نقدر نحكي اليمن على حدث بالماضي ونستعمل المضارع. فلاحظوا هنا I have traveled in Africa a lot. هنا معناتها شنو؟ معناتها الحدث حدث بالماضي واستمر لحد هسه. يعني الـ action of traveling in Africa hasn't been finished. لاحظوا بالجملة الثانية Some people think that Shakespeare traveled a lot in Germany. هنا بما انه انا احكي على شخص ميت in the past اللي هو شيكسبير ما اقدر استعمل له الزمن المضارع التام البسيط. فلاحظوا استعملت الزمن الماضي. ما اقدر اقول مثلا some people think that Shakespeare has traveled. ما اقدر اقول has traveled. ليش؟ لانه هنا انا احكي على شخص died in the past اللي هو شيكسبير. فلازم استعمل وياه الزمن الماضي البسيط. ما اقدر استعمل وياهي الجملة زمن مضارع تام بسيط. ليش؟ لانه هذا بالباست. Present perfect continuous. الزمن المضارع التام المستمر. يعبرنا عن duration of an action. مدة من الحدث that began in the past. حدثت في الماضي and continuous in the present. ولكن شنو اللي يميزه عن المضارع التام بسيط؟ انه هذا نستعمل وياهي حدث for or since all morning and all day. John has been swimming for 2 hours. لاحظوا هذا حدث وين؟ بالماضي and استمر لحد الآن. يعني جون صار لي يسبح ساعتين. فهو من بداية الساعة الأولى من بداية أول دقيقة من الساعة الأولى إلى حد الآن هو مستمر في السويمينج. فهنا نستعمل يا present perfect continuous when we talk about the duration of an action that began in the past and continuous up to the present and still continue. بعدها ما خلصان يعني. زين. A general action in progress recently for which no specific time is mentioned. A general action حدث عام in progress recently مستمر recently يعني for which no specific time is mentioned. I have been thinking about competing next year. I have been thinking. So الحدث of thinking أو time of thinking is still in progress. يعني هو يفكر لكن تفكيره بعد ما خلصان مستمر. About شنو؟ About competing next year. بأنه راح ينافس السنة القادمة. Number three, an action that began in the past and has just recently ended. حدث يحدث في الماضي ولكن هو شنو؟ هو توه خلص. زين؟ توه خلص. فلاحظوا have you been crying? Have you been crying? Your eyes are red. يعني لاحظوا your eyes are red. شلون عرف انه هو يبكي؟ لان هو الحدث منتهي. الكراينج هو الحدث او الاكشن اوف كراينج منتهي. لكن هو عرفه من خلال عيونه your eyes are red. فاستعملنا شنو هو الزمن المضارع التام المستمر. الباست بيرفكت سمبل. الزمن الماضي البسيط. الزمن الماضي التام البسيط.
يتحدثنا عن a past action that occurred before another action in the past. طبعا الزمن الماضي البسيط ما يجي لوحده. ليش ما يجي لوحده؟ لأن هو past in the past، هو ماضي في الماضي. يعني هو يتحدثنا عن وقت في الماضي، في الماضي البعيد. لذلك لاحظوا she had just left when I arrived there. لازم يجي مع من؟ مع الزمن الماضي البسيط. ليش؟ لأنه الزمن الماضي التام البسيط يتحدثنا عن ماضي بعيد، وهذا الماضي البعيد لازم ينهي منه الماضي القريب اللي هو ال past simple tense. She had just left when I arrived there. يعني منو اللي حدث أول شيء؟ اللي حدث أول شيء هو الليفينج مالتها. She had just left، هي غادرت عندما أنا شنو؟ عندما وصلت. فهي فالحدث الأول هو الزمن. ليش؟ لأن الزمن الماضي التام البسيط يحدث قبل الزمن الماضي البسيط، لأنه هو يسموه past in the past، هو ماضي بعيد، والماضي القريب هو منه ال past simple. فحدث الليفينج مالتها صار قبل لا يوصل هو، فهو من وصل؟ she had just left when I arrived، يعني هي غادرت عندما وصلت. فلازم يجي مع من؟ مع الزمن الماضي البسيط. an action that was expected to occur in the past، حدث يعتقد انه هو حصل وين؟ في الماضي. I had hoped to get their decision before today. I had hoped to get their decision before today. إيه هنا هو expected that راح ياخذ الديسيجن مالتهم قبل اليوم. فهنا action was expected to occur where in the past. The past perfect continuous، الزمن الماضي التام المستمر، يتحدثنا عن a duration of an activity that occurred before another action in the past year. يعني يتحدثنا عن مدة من الحدث أو الفعالية اللي حصلت قبل حدث آخر. She had been competing for 6 years before she tried out for the Olympics last year. لاحظوا هذا إن الحدثين حصلن وين؟ في الماضي. الحدثين حصلن في الماضي، لكن الحدث الأول إنه هي she had been competing for 6 years. هي شنو؟ هي تتحدث، هي جاي تسوي الاكتيفيتي هاي ذات اكرد بيفور انذر اكشن. يعني شي هاد بين كومبيتينج فور 6 ييرز، هي كانت تنافس فور 6 ييرز بيفور شي ترايد اوت فور ذا اولمبيكس لاست يير. كانت تنافس لمده 6 سنوات الى ان شنو يعني شاركت بالتصفيات مال الاولمبيكس هاي السنه اللي راحت. فهي قبلها كانت تسوي، كانت تنافس for 6 years، فهذا الحدث الأول اللي صار. بعدين شنو اللي صار؟ اللي صار إنه هي شاركت بالأولمبيكس وين؟ هذا السنة. فحدث التنافس مالتها اللي كانت هي تتدرب وهاي for 6 years حدث قبل شنو؟ حدث مشاركتها بالأولمبيكس. An action occurring recently before another action in the past. He looked tired because he had been running for 6 hours. أكيد هو ليش looked tired؟ Because he had been running for 6 hours. إذن running for 6 hours حدثت شنو؟ قبل شنو؟ ال looked tired.